انا هستاذن حضرتك بقى نبتدي ناخد اسئله اه طبعا من ضيوفنا وزملاء المستقبل ان شاء الله. طبعا طيب باذن نبتدي، الله. اتفضل تعرف بقى نفسك بقى. ماشي، انا اسمي زياد بسام من كليه اعلام انجليش جامعه القاهره، اهلا وسهلا بك يا زياد. وكان سؤالي ليه علاقه بنفس اللي حضرتك سالته، اللي هو هل حضرتك شايف ان كابتن معتمد جمال المفروض يكمل مع الزمالك تمام لو حتى لاخر الموسم، ولا المفروض يكمل اكتر؟ والله انا شايف ان طالما هو بيحقق نجاحات، وواضح جدا النجاحات اللي بيحققها، فضروري يكمل، ضروري ياخد الفرصه كامله. ولو عمل نجاحات في البطوله الافريقيه وفي الدوري، اعتقد ان من حقه انه يكمل لموسم تاني. يعني طيب هل الامر مربوط يا كابتن حلمي بمساله فتح القيد؟ يعني البعض يقول لك لما يتفتح القيد نحتاج بقى مدير فني اجنبي، البعض يقول لك لا لما ما يتفتحش القيد على اعتبار ابني بقى مستقبل. الناس دايما تقول لك المدير الفني الاجنبي هو القوي، والكابتن حلمي وكابتن عفوا كابتن معتمد جمال كان جاي وعارف انه مؤقت. تشوف لا ايه؟ يعني انا شايف ان طب المدير الفني الاجنبي لسه هيجي، وعلى ما يتاقلم وعلى ما يعرف اللعيبه وقت كبير جدا ياخد جدا هيعدي. طبعا محتاج وقت كبير، اي مدرب في الدنيا بيبقى محتاج وقت، ما عدا اولاد النادي اللي بيبقوا عارفين الاجواء ودارسين الاجواء ومتعايشين في الدوري، وعارفين اوجه القصور في نادي الزمالك، في فريق نادي الزمالك ايه وازاي عليكها. فانا اعتقد ان الامور، انا شايف من وجهه نظري ضروري يستمر معتمد لاخر الموسم على الاقل. يعني ماشي، مين تاني؟ الناحيه دي ولا من الناحيه التانيه؟ طيب ناخد من الناحيه دي. ها اتفضل. انا سلمى الشربيني، ثالثه اعلام انجليش جامعه القاهره. اهلا وسهلا بك يا سلمى، مبسوطه جدا بتواجدي مع حضراتكم النهارده. اهلا وسهلا بك يا سلمى، اتفضلي. سؤالي هو بعد رفع الايقاف عن احمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري، لو حضرتك مكان كابتن معتمد جمال، هل هتعتمد عليهم بشكل اساسي الفتره الجايه، ولا هتسيبهم على الدكه؟ شوفي انا بالنسبه لي انا كمدرب على المستوى الشخصي، يعني المبادئ لا تتجزأ. في ناس اخطاوا خدوا عقابهم، في ناس اعتذروا وفي ناس ما اعتذروش. في اعتقادي ان ضروري الاول الكل يعترف بالخطأ، الكل يعتذر بشكل كبير جدا علني للجماهير وللعيبة وللمجلس الإدارة، ده ضروري. لو ما حصلش ده، حتى لو رفع، لو تم رفع الإيقاف عنهم، انا في اعتقادي انا لو انا متواجد كمدرب، وبعدين ضروري اللي لسه ما جددش يجدد عشان اديله فرصه، ويجدد بشروط النادي مش بشروطه هو، بشروط النادي، ويتم كتابه كل شيء في عقده عشان حته الانضباط والالتزام. والله هيعمل كده اهلا وسهلا بيه، مش هيعمل كده لا انا مش هشاركه. طب حضرتك تطرقت النقطه، شكرا يا سلمى، شكرا. حضرتك تطرقت النقطة في منتهى الأهمية، هي الجزئية بتاعة ربط التجديد بمسألة إن أنا خليك تشارك في طبعًا في اللقاءات. طبعًا. وبعدين طب ما أنا لعبت من غيرهم الخمس ماتشات اللي فاتوا، كسبت، ومعانا راجل محترم اسمه عبد الشافي بيلعب في المكان ده اهوت. تخيل يا كابتن حلمي إنه ده راجل أعلن اعتزاله السنة اللي فاتت. يا كابتن عبد الشافي أنا دربته 2014 لما خدنا كأس مصر. أيوه. ما كنتش تسمع صوته. ده ما حدش يسمع صوت حد دلوقتي، ما تسمعش صوته. ملوش اي مشكله في اي حاجه. سبحان الله. ده طول عمره. مش دلوقتي يعني، حصل. طول عمره كده. حصل. واخد بالك؟ فما هو بيأدي عبد الشافي وبنكسب. لا بيأدي، والفرقه بتكسب عليها. ولعبت ماتشات كبيره جدا وكسبت فرق كبيره جدا. العب بيهم. مفيش، بص، نادي الزمالك، النادي الاهلي، الانديه الكبيره العريقه اللي عندها تاريخ، لعيب اتنين تلاتة ما يفرقش. طيب لعيبة كبار جدا يا كابتن ابراهيم وبطلوا واعتزلوا، ده حقيقي، والزمالك والاهلي ما زالوا باقيين، ده حقيقي. طيب هفهم كده من كلام حضرتك انه مربوط امر استمرار اللعيبة دي في نادي الزمالك بالاعتذار رقم واحد، طبعا، رقم اتنين ان هم يجددوا، طبعا. هنا قدامنا قرار مجلس إدارة قال انه اللعيبة ديت معروضة للبيع، هل اذا ده حصل يلغي قرار العرض للبيع؟ تشوف كده. انا في رايي، في اعتقادي يعني، ان لو تم الاعتذار بشكل رسمي، انا هاخدها بالترتيب لانه انت حضرتك اتكلمت بترتيب وتفصيل مهم، بشكل رسمي، اعتذار بشكل رسمي للجماهير
واللعيبة ومجلس الإدارة وبعدين تم التجديد بشروط النادي بشروط النادي كلها، الشروط المادية ماشي. والشروط السلوكية والأخلاقية ماشي. اللي حنص عليها في العقد ماشي. أهلا وسهلا. يعني لو موجود على مقعد مجلس الإدارة هتقول الرأي ده طبعا. صحيح. طب ممكن أخد كمان سؤال، اتفضلي. أنا ندى مجدي، خريجة إعلام جامعة الزقازيق. أهلا وسهلا بيك، ازيك يا ندى؟ اتفضلي يا ندى. أنا عايزة أسأل كابتن حلمي. اتفضلي. في البداية طبعا كل كل الاحترام والتقدير لكابتن حلمي، وأتمنى إن هو ما يتضايقش من سؤالي. لا اتفضلي. مش دي كابتن حلمي، ظهور حضرتك على قناة الأهلي كان سبب في جدل كبير جدا، فحضرتك شايف إن ده الطبيعي ولا حضرتك كسرت القاعدة لأسباب معينة؟ ولا ده المفروض هو يكون الطبيعي؟ ده سؤال ما يزعلش، سؤال جميل. ما يزعلش خالص سؤال جميل. شكرا. انا سعيد جدا بالسؤال ده هوت. وبعدين انا مش اول مره اظهر في قنوات الاهلي، السنه اللي فاتت او اللي قبليها او اللي قبليها. انا من زمان جدا، من اول ما اتعملت قناه النادي الاهلي، وانا وكابتن النادي وكابتن مصر كابتن طه بصري كنا بنروح نحلل في قناه النادي الاهلي، وده وضع طبيعي جدا. انا ما عنديش الحساسيه دي. وبعدين انا زي ما انا زملكاوي وبحترم زملكاويتي وبحترم النادي بتاعي، انا بحترم النادي الاهلي وبقدر النادي الاهلي لانهم يستحقوا التقدير والاحترام، وده مش هغيره في اي وقت من الاوقات، لان انا صادق جدا مع نفسي وضروري اكون صادق مع الناس. وانا ما بقاش بوشين، وما بقاش عشان اثبت ان انا زملكاوي اقوم اهاجم واقصف جبهات واعمل الحاجات دي واعمل الكلام ده. لا انا ما عنديش الكلام ده. بس ده بيكبرك دايما يا كابتن حلمي في عيون الناس كلها بصراحه، يعني ويحطك في مكانه انت فعلا تستحقها يعني. الله يخليك. ولذلك والله لما كنت بقول في المقدمه، شكرا يا ندى الاول، انا بشكرك طبعا على السؤال، سؤال حلو ما فيهوش اي احراج ولا حاجه، بل بالعكس انت تطرقت النقطه مهمه تقودنا الى فكره الروح الرياضيه. يعني هجيب لحضرتك لقطه بعد الفصل لكابتن حسين لبيب ونجوم النادي الاهلي وهم بيرفعوا الكاس، كابتن حسين لبيب مبتسم ابتسامه الروح الرياضيه، مش يعني حاجه في منتهى الادب يعني. انا هقول تعليق بسيط. اتفضل اتفضل. امتى كانت العلاقات سيئه بين الزمالك وبين الاهلي؟ مفهوم. امتى؟ لكن لما بيتولى مسؤوليه الانديه ناس رياضيين وناس لهم تاريخ رياضي كبير، اعتقد ان الوئام بيسود، العلاقات الجيده بتسود، الروح الرياضيه بتسود. هي دي اللقطه اللي بقول لحضرتك عليها. ايوه طبعا. ابتسامه فيها روح رياضيه يعني. يعني حاجه. أيوة في منتهى الشاكه والله. ايه المشكله؟ حاجة شيك بصراحه. ايه المشكله؟ صحيح.